اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده فيديو جديد هنتكلم فيه عن ليه كلنا بنحب برج الحوت او سر جاذبيه برج الحوت. اولا انا عايزه اقول ان انا اخترت ان انا اعمل فيديو النهارده عشان عيد ميلاد مامتي حبيبتي ربنا يخليها يا رب ليا. كان امبارح يوم 5/3/2021 5/3 يعني النهارده يوم 7 يعني كان امبارح. كل سنه وانتي طيبه يا مامتي، كل سنه وانا وانتي موجوده في حياتنا، كل سنه وانتي منوره لنا حياتنا. فالنهارده هنتكلم عن سر الجاذبيه او اسباب ليه كلنا بنقع في غرام برج الحوت. بعدين في حاجه تانية عايزه اقولها يا جماعه، ان انا من حاجات مش هنساها ابدا ان انا الفنان العظيم الكبير محمد صبحي عمل شير لفيديو عندي كنت عاملاه ازاي تقدر تجذب برج الحوت. يعني ما كنتش مصدقه نفسي، لقيت ناس عملوا سكرين شوت قالوا لي رشا محمد صبحي عمل، حتى لهم يا جماعه محمد صبحي مين؟ فلما عملوا لي سكرين شوت وبعتوا لي وتاكدت ان هو الاكونت الفورمال بتاعه كنتش مصدقه نفسي. فيعني في بيج ابريشيشن لحضرتك يعني عشان انا بحبك قوي قوي طبعا، وانت فنان عظيم وكل الحب والتقدير. طيب النهارده بقى هنقول اسرار كتير قوي تخص برج الحوت وليه احنا كلنا بنقع في غرام برج الحوت المائي الطيب الجدع الحنين العظيم الكبير قوي قوي. اول حاجه برج الحوت يا جماعه بيقع ما بين 19/2 لحد يوم 20/3. الكوكب الحاكم فيه هو كوكب نبتون. نبتون ده هو عباره عن كوكب الاحلام، كوكب الروحانيات، كوكب ما وراء الطبيعه يعني. عشان كده برج الحوت تلاقوه ناس حالمه كده شويه، كوكب التامل، كوكب الادمان. طيب خلونا نقول بقى ان برج الحوت من الابراج العاطفيه او الرومانسيه اللي قلبها بيتحكم فيها. يعني برج الحوت مش من الابراج العقلانيه، هو مش برج مثلا بيفكر بعقله، لا هو بيفكر بعواطفه، بيفكر بمشاعره اكتر بكتير جدا جدا من عقله. اوكي طيب ايه بقى صفات برج الحوت اللي بتخلينا كلنا 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 نقع في غرامه؟ قولوا لي بقى الكلام ده بيتفق معاكم ولا لا. طبعا الطرحه عماله تزحلق وانا تعبت نفسي من الموضوع، في حاجه معورتني في سناني وثانيه واحده كده. طيب برج الحوت برج غامض، يعني مش سهل ان انت تفهم هو بيفكر في ايه، كتوم جدا جدا يعني، هو حافظ اسرار جيد جدا. انت لو حكيت حاجه لحد من برج الحوت ويعني تاكد ان انت سرك كبير. برج اتراكتيف جدا، جذاب جدا، وعنده جاذبيه كده ما تفهمهاش، يعني ما تقدرش تعرف سر جاذبيته. يعني بتتحدث، هم الابراج اللي عندهم عيون متكلمه، يعني بتتكلم بتقول كلام كتير جدا جدا. برج الحوت من الابراج الهاديه، يعني هو مش مثلا زي ابراج الهوائيه، هو مائي فبالتالي هو شخص هادي مش اناني ابدا ابدا ابدا. يعني هو مش شخص اناني، شخص مضحي، شخص معطاء، بيقدم يعني ما بيحب حد عنده استعداد يضحي بنفسه علشان خاطر الشخص اللي بيحبه. خياله واسع جدا جدا، شخص حالم، عنده حاسه سادسه قويه جدا. وده سؤال لكل الناس بتتفرج عليا من برج الحوت، هل انت بتحس او انت بتحسي ان عندكم حاسه سادسه قويه؟ يعني بتقدروا تحسوا او تتوقعوا او يعني عندكم احساس بالحاجه قبل ما تحصل ولا لا؟ جاوبوني تحت في التعليقات. بس تاكد 100%، لان لو عندك حد قريب منك او حد صاحبك او حد من برج الحوت وقال لك انا حاسس او انا شاكك او انا بتوقع، تاكد ان احساسه هيطلع صح بنسبه 100%، مش هقول لكم 90%. هو حدسه قوي جدا، عنده احساس وعنده قوه ملاحظه، وهو اصلا سريع البديهه وقوي الملاحظه وذكي كمان على فكره. برج الحوت من الابراج الذكيه، محلل بارع جدا، بيعشق حاجه اسمها اناليتكس، بيعرف يحلل كويس جدا جدا. هو برج كريم قوي بس مش مسرف، كريم يعني معطاء. برج متحدث لبق، يعني بيعرف يتكلم، بيعرف يستخدم الكلمات، مع ان هو يعني عنده صحاب كتير جدا اوكي، بس هو بيحب الوحده او بيحب الانطوائيه. احيانا كده تحس انه متقوقع، يعني يحب كده ينعزل احيانا، بس هو شخص محبوب واجتماعي وبيحب الناس والناس بتحبه جدا لان هو طيب. هو من اكتر الابراج الطيبه اللي ممكن تقابلها في حياتك، مش مادي اطلاقا، يعني موضوع الفلوس والماديات دي ما بتفرقش معاه خالص. عمرك ما هتقابل حد من برج الحوت وهتشك 1% ان هو شخص مادي، هو استحاله تقابل حوت مادي، استحاله تقابل حوت بيفكر بالفلوس او بالحسابات، هو بيفكر بالعقل فقط. يعني هو مش حتى بالعاطفه فقط، هو حتى مش عقلاني قوي.
برج الحوت برضو من الابراج اللي مش مغرور اطلاقا، هو شخص متواضع جدا جدا، عنده تواضع، يعني تحس ان هو سلس بسيط. عمرك ما هتقابل حد من برج الحوت تحس ان عنده سنة غرور، الغرور ابعد ما يكون عن برج الحوت، هو شخص غير مغرور بالمرة، مرح، دمه خفيف، عنده حضور، يعني دمه خفيف، عنده سرعة بديهة في الهزار، بيعرف يهزر، تلاقيك عمال تضحك، هو شخص دمه خفيف جدا بطريقة تلقائية، حتى الطفل الحوت تحس ان دمه خفيف، بيعرف يقلد، عندهم قدرة على التقليد، يعني حساس جدا جدا بطريقة مفرطة، قماصين يا جماعة، هما بيزعلوا بسرعة، عندهم حساسية، فنان بالفطرة، فنان كده، هو صغير كده تحس انه طالع فنان، دايما بيحتاج حد يدعم ثقته في نفسه، يعني الحوت عايز دايما حد يديله، يعني يثني عليه، يديله دعم، يديله قوة، يمباور الحوت يعني، فدايما بيبقى محتاج ايه، حد يعزز ثقته في نفسه، حد يعزز الباور بتاعته. بيهرب من الواقع، هو مش واقعي، هو مش شخص واقعي خالص، بالعكس هو شخص حالم، وبيهرب من الواقع، دايما تحس ان هو يعني عايز يهرب من الواقع كده، عشان كده بقول لكم احيانا بيجيله اوقات يحب يتقوقع، مع ان هو انا يا جماعه مامتي وزيره، يعني عمي الله يرحمه كان مسمي مامتي وزيره الاتصالات، يعني لان مامتي بقى تلاقي تحس ان ماما ممكن تكون بتتكلم في الموبايل، بتتكلم في التليفون، بتتكلم على الانترنت، بتشتغل بكل حاجه. طيب، قرارات برج الحوت مش بتبقى مبنيه على العقل دايما، يعني دايما حتى عشان كده بيندم على قرارات كتير، لان هو بيختار بقلبه، ما بيختارش بعقله، في الحب، في الارتباط، في الجواز، في العمل، فدايما هو بيستخدم قلبه. بيحب يكون محور اهتمام الشخص اللي بيحبه، هو عاشق 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 والهان للاهتمام، يعني اهتم بيا وحبني وديني اهتمام كتير كتير كتير، يعني ماشي، بسيط، بيحب الحياة البسيطة، هو شخص مش بيحب الحاجات المعقدة، مش بيحب الفانتازة والعنطزة والسلطة والباور، يعني في أبراج بتحب السلطة، بتحب الباور، بتحب البين، لا هو ما بيحبش العنطزة والفشخرة، بالعكس هو شخص بسيط جدا جدا، كرامته بتنقح عليه من أقل حاجة، فاحذر من كرامة وكبرياء وعزة نفس وشموخ برج الحوت، هو مش مغرور بس عنده كرامة وعزة نفس وكبرياء كده جبارين، يعشق مساعدة الآخرين، عنده مساعدة الناس، وان هو يكون سبورتيف ويقدم الدعم ويقدم هو بيحب الموضوع ده جدا، يعني هو لو شاف حد محتاج بطريقة تلقائية بطريقة فطرية هتلاقيه عايز يساعده، عايز يقدم له الدعم، وعايز يديله، يعني هو ممكن يضحي بنفسه من أجل حتى ناس ما يعرفهاش. يا جماعة، مبتكر، برج الحوت كرييتيف، مبتكر، بيعرف يكرييت، يعني عنده أفكار، معطاء جدا، عنده حب للإيثار قوي جدا جدا، شخص ممكن يؤثر الآخرين على نفسه، يعني مش بقول كده عشان أمي، والله العظيم أنا أعرف ناس، أنا my best friend حتى في الشغل حوت، يعني فأنا عندي ناس كتيرة جدا حوت بحبهم قوي قوي، يعني هو من أبراج، هو ودلو على فكرة برضو كده، والعذراء، التلاتة دول بيحبوا يساعدوا الناس، عندهم حب كده، يعني ينفع يكون وزير التضامن، يعني الحوت لو هينفع يكون وزير يبقى وزير التضامن على فكرة، وزير التضامن الاجتماعي، من كتر حبه للخير وحبه لفعل الخير وحبه لمساعدة الآخرين عمر تعالى خده. طيب، برج حبيب من الطراز الاول، حبيب قوي بقى، رومانتيكي جدا جدا وحبيب جدا وعايش من اجل الحب، يعني هو بيحب الحب ويحب يتحب ويحب يحب، هو حبيب وحياته كلها بتدور على الحب، يعشق السلام الداخلي، يعني ما بيحبش مشاكل، ما بيحبش الحوارات، بس هو دراماتيك، دراماتيك قوي يا جماعه، دراماتيك يعني خراشي، يعني حاجه تبقى صغنطوطه قد كده ويكبرها بقى، ويعني ايه، You're giving me the charger. Where it is? There. You can check it. Fine. ماشي يا جماعه، احنا بس عندنا قوي، الملاحظه قلتها قبل كده، شويه لما بيقع في مشاكل بيكون سلبي، يعني متردد جدا في اتخاذ قراراته، بيحب حد يساعده في اتخاذ قراراته، بيحب الشخصيه اللي يرتبط بيها تكون شخصيه قويه، سواء رجل او امراه، الحوت بيعشق الشخصيه القويه، لو انت او انت شخصيه ضعيفه مش هتجذب برج الحوت. عمر، I have work يا عمر. Okay, but I want to tell everyone something. Tell them. هقول لكم حاجة يا جماعة. Okay guys, so there's two new songs that my sister just told me. One of them is called Drag Me Down and the other one is called Take Me Down. They have the same playlist and but they're different. So make sure you listen to them on YouTube. It's amazing. Thank you. I love you. I'm like, I love you. Yeah, I know.
تنتقلي. بص برج الدلو مش عاطفي ازاي، لو الحب ده كان اقول لي ايه. طيب سهل تعرضه للاكتئاب لان هو بيتصدم في الناس بسهوله، لان هو دايما عنده هاي اكسبكتيشنز، عنده توقعات عاليه جدا، فدايما بيبقى عنده عايش في عالم خيالي متوقع حاجات كتير جدا جدا، فدايما سقف توقعاته تك، فبيصاب بالاحباط وبيصاب بالاكتئاب بسهوله. يعني برج الحوت من اكتر الابراج المعرضه ان هي تصاب بالاكتئاب وبالاحباط من كتر الهاي اكسبكتيشنز اللي عنده. شخص داعم متسامح، جذاب هادي انيق جدا جدا، بيعشق شكله حلو، بيعرف يلبس، بيعرف بيهتم بشكله، منظم ومرتب ويعشق النظافه. الحوت ده انا مامتي اسمها قبلة نظيفه يا جماعه، اخر انا خنقت مع مامتي كلها بسبب تنظيف البيت، وانا عندي شغاله كمان تنظيف البيت ثم تنظيف البيت ثم تنظيف البيت ثم بيعشق النظافة وبيتقرف على فكرة، هو بيكي قوي في أكله وبيكي في حياته، ما بيختارش أي حاجة، لا بيحب كل حاجة بيرفكت يعني. فهو يعني راجل الحوت حتى تلاقيه كده شخص نظيف، ست الحوت نظيفة جدا، منظمين جدا جدا، وكاتومين منظمين غامضين. أنا قلت إن هم كرمة بس هم مش مبذرين، يعني هم عندهم كرم، عمره ما هيرفض لك طلب، ما بيرفضش طلب، ما بيعرفش يرفض الحوت، وده بيخليه طيب وبيخلي الناس تضحك عليه ان هو جدع جدا، ما بيرفضش اي حد طلب. زي ما قلت احيانا يبقى اجتماعي جدا، واحيانا بيحس ان هو معزول وقاعد ساكت. متناقض شويه، برج الحوت متناقض، يعني شويه تلاقيه عصبي شويه تلاقيه هادي، شويه تلاقيه بيتكلم كتير شويه تلاقيه ساكت، يعني عنده تناقض شويه، عنده تناقض على فكره يا جماعه. حوت برضو من الابراج النشيطة، بس انا بشوف ان راجل حوت انشط من الست الحوت، متعاون جدا، يعني انت لو متجوز راجل حوت تلاقيه بيساعدك في شغل البيت، بيساعدك، بيحاول يكون متعاون جدا، مش بيحب المواجهة قوي. برج الحوت مش ابراج تحب المواجهة، بس ما بيسكتش عن حقه، يعني الحوت لازم ياخد حقه على فكرة. لما بيحب بيحب من قلبه، بيحب بصدق، بيحب بعطاء، بيحب بكل حاجة موجودة فيه. رجل محب عاشق لولاده، يعني ممكن يضحي بطموحاته ويضحي بنفسه علشان خاطر ولاده. هو شخص، هو أب حنين وزوج حنين وأخ حنين وابن حنين كمان على فكرة. بيستحمل الضغوطات، يعني الست الحوت كمان من الستات اللي بتشيل مسؤولية، يمكن الست الحوت بتستحمل الضغوطات وتشيل مسؤولية أكتر من راجل الحوت. متسلط شوية، برج الحوت غيور جدا جدا ومتسلط، يعني يحب يتحكم في الشخص اللي قدامه. محترم، شخص بيحترم نفسه، بيعرف يصرح عن مشاعره، بيعرف يعبر عن مشاعره، بيعرف يقول كلام حلو، تاتشي كده، هما تاتشي، بيهتموا باللمس قوي، مش أناني، الحوت مش أناني خالص. مش بيعرف، والحوت ما بيسكتش عن حقه، يعني ما تحسش ان هو طيب برضو قوي كده، لا هو بيعرف ياخد حقه بذكاء، هو عنده ذكاء اجتماعي قوي جدا جدا. الست الحوت بحسها انثى كاملة الانوثة. راجل الحوت يا جماعة ما بيعرفش يصد حد، ما بيعرفش حد يطلب منه طلب ويرفضه، يعني هو جدع جدا جدا. خطيب صاحبتي اسمى برضو برج الحوت، هيا هاني، عشان انا نسيت اسمه هاني، بس هو هاني خطيب اسمى عمروسي صاحبتي، اتفرج على الفيديو يا اسماء. طيب برج الحوت برضو من الابراج اللي صعب انها تخذلك، هو عمره ما هيخذلك، عمره ما هيسيبك. ولما بيتعصب، هو مش بيتعصب كتير، بس اول ما بيتعصب اهرب اهرب، تعرف تهرب، اهرب يا مجدي كده، لازم تهرب لان عصبيته وحشه جدا 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 جدا. الحوت شخص مريح، يعني شخص كده تحس ان هو مريح نفسيا، هو انت كده اول ما تيجي تتعامل معاه تحس ان هو مريحك نفسيا كده، تحس ان انت مستريح له، عايز تحكي له قصه حياتك من اول ما اتولدت لحد ما قابلته. حنين، هو حنين بجد، حنين فعلا، واللي في ايده مش ليه، برج الحوت فعلا اللي في ايده مش ليه. بيحب اللونج تيرم بلانز، بيعرف يخطط كويس، بيفكر في مستقبله وفي مستقبل ولاده. هو من الابهات او الامهات اللي تحب يعني يضمن مستقبل لولاده، عنده بلانز، عنده خطط، بينظم، شاطر جدا في التنظيم، يعني هو منظم، بيحب التنظيم، بيعرف ينظم حياته، بيعرف ينظم افكاره، بيعرف ينظم طموحاته. يعني روحهم حلوه، الحوت روحهم حلوه، عندهم
هم اصحاب الروح الحلوه يعني. فاكرين اغنيه ده عمرو دياب الاغنيه الوحيده اللي غناها الابراج، غناها لبرج الحوت. ان شاء الله يا عمرو ان شاء الله باذن الله تغني اغنيه لبرج العذراء عشان ده برج يعني. طيب برج الحوت برج لا بيهتم شكله، بيهتم بمظهره. انا بحب برج الحوت يا جماعه، بس نفسي بطل دراما. ارجوكوا يا جماعه ابوس ايديكم، بطلوا الدراما، بطلوا تكبروا المواضيع، بطلوا تزعلوا على الفاضي والمليان، بس كده. ثانك يو، بحبكم جدا جدا. قولوا لي الصفات دي بتتطابق معاكم ولا لا، قولوا لي اتفرجوا عليهم فين، انتوا برج ايه. انا طبعا بتفق مع برج الحوت يا جماعه عشان عذراء هو اكتر طبعا الابراج اللي بتفق معاها، الابراج الترابيه يعني جدي وتور عذراء مش اكتر حاجه، لان هو المقابل ليه في الخريطه الفلكيه. وكمان برج الحوت وبرج العقرب طبعا بيست ماتش بتاعه سرطان. ثانك يو، بحبكم جدا جدا. قولوا لي الصفات دي بتتفق معاكم ولا لا، واعملوا شير كتير كتير لاي حد تعرفوه من برج الحوت. بتمنى لكم السعاده يا برج الحوت، كل سنه وانتم طيبين، من احنا في سلسله اعياد برج الحوت يا جماعه. اي حد ميلاده برج الحوت اعملوا له شير بقى، وظبطوا الفيديو وظبطوه يعني. هو برج الحوت فعلا من الابراج اللي تستحق الحب، عشان هم من اطيب اطيب وابسط الشخصيات اللي في العالم. ثانك يو، باي باي، كل سنه وانتي طيبه يا امي، بحبك 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 يا مثل